لا انا مش باينه الناحيه الثانيه. لا استنى استنى ركز. ايوه يلا انا خدي خدي. الله الله يلا بقى بوز البطه. هي حصلت بوز البطه؟ ما تيجي احنا كمان نتصور بوز البطه. اخرسي انت عايزه بوز المعزه. انا ناقصك يا جماعه. ما تزعلوش نفسكم عادي يعني بطه معزه. المهم نبقى في حظيره واحده. ميرسي قوي يا جماعه بحبكم كلكم. خمسة موا. استاذه انجي في واحد عايز حضرتك بره. مش ممكن يا جماعه المعجبين كتروا قوي. بعدين انا مش فاضيه. ما قالش هو مين؟ اسمه باسل وكان يعرفك من زمان وانتوا في ابتدائي. بأمارة ما كنتوا بتلعبوا في الشارع كرة وانتوا حافيين. حكي على ايه يا هبلة انت؟ حافيين؟ مش فاهمة ده جاي يسيح لي ولا جاي يقابلني. خليه يتفضل. حاضر. هم حافيين عشان تعرف الأمل اللي كانت فيها لما كانت متجوزاني. خلاص ميرسي قوي يا جماعة. كفاية لحد كده. كفاية اللي حصل فيا برا. يلا بقى كل واحد على مكتبه. أنا لسه قاعدة معاكم هنتصور بوز البطة وبوز القطة وبوز القردة كل اللي بواز. يلا ميرسي حان وقت العمل. شكرا شكرا شكرا. زي ما اتفقنا بقى. ها يعني احنا هنسيبكوا استاذة انجي علشان انتوا واضح ان انتوا اصدقاء اصدقاء من وانتوا صغيرين. نسيبكوا بقى تسترجعوا ذكريات الطفولة. الطفولة المشردة. نعم الطفولة المشردة. في ايه يا استاذ جميل؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. ولا نسيت نفسك يا حافي؟ قصدك اللي بيته من ازاز ما يغيرش هدومه في الصالة. يا صايع يا ضايع يا استاذ جميل يا معفن. ولازمتها ايه بقى استاذ بقى دي ان شاء الله؟ شوف يا دي يا جميل. لا بقى بقول لك ايه؟ احترموا نفسكم انتوا الاثنين والا حرفتكم. مساء الخير. هاي انجي. افتكرتيني؟ باسل. طبعا طبعا افتكرتك. ازيك عامل ايه؟ ازيك عامله ايه؟ وحشاني قوي. الحمد لله. وانت كمان وحشتني قوي. احب اعرفكم بباسل الملياردير الشاب صاحب اكبر سلسله فنادق في الشرق الاوسط وزميلي من واحنا صغيرين. اقدم لك يا باسل رئيس التحرير. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. وحشتيني يا انجي والله. وانت كمان قوي. واقدم لك دول زمايلي صحفيين. ايه نسيتي يا سمينه هانم ولا ايه؟ ولا تحب افكرك؟ بص بص اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كاميليا الاليوبي. انا انتيمت انجي مكتبه اهو. بص كاميليا الاليوبي. ايوه انتيمت. يعني مياف طبعا. اهلا وسهلا يا استاذ باسل. ميسون زبايني على مكتبي. حضرتك متجوز؟ ميسون مش محرر ولا صحفي. زبايني على مكتبي. بعد اذنك بعد اذنك هنسيبكم بقى علشان تفتكروا ذكريات العمر. يلا يا علي. عايزك يا استاذ علي. في ايه يا تيتو؟ روح هات واحد ليمون اتنين شفاط. لا خليهم ثلاثة شفاط يا انجي. عايز اشفط معاك. وايه واحد ليمون وثلاثة شفاط يا عسل. اهلا اهلا. ايه ده تيتو؟ ليه؟ عايز اموس انا كمان ينفع؟ كمان دي. انا اسفه قوي باسل والله مش عارفه اقول لك ايه. في كائنات ملزقه. انا اسفه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كمان يا اليوبي. انا ايه ده يا علي؟ ايه ده الله؟ انا مش فاهم. بس انت متعصب كده ليه؟ متعصب كده ليه يعني ايه؟ دي عايزانا نمشي ونسيبهم في المكتب مع بعض لوحدهم يا جميل. ايه ده يا علي؟ ايه ده؟ هي مش لوحدها يا حبيبي. فعلا يا علي هي مش لوحدها. معاها كاميليا. يا سيدي اعتبره قارئ وجاي عنده مشكله. اقعد اقعد بس. ايه؟ هو انا مش عارفه هو انت متعصب قوي كده ليه؟ والنبي بقى الله يخليك. ايه ده يا اخ ميسون؟ انا مش هيلك. يا ترى ايه اللي بينهم؟ هيكون ايه اللي بينهم يا علي؟ الساعي بيقول لي ان هم كانوا بيلعبوا كرة مع بعض وهم صغيرين في الشارع. ايه ده يا علي؟ ايه ده؟ انا جبتك هنا يا حبيبي علشان ما تعملش مشكله لانجي قدام صديق عمرها. عيب عيب يا جميل. دي مراتي برضو يا جميل. الله. هو انا غلطت فيها؟ وبعدين كانت مراتك. عيب ليه؟ طب ده انا نفسي لما اتجوز يبقى لي اكتر من صديق عمر. ده يبقى امهم داعي عليهم. انا مش قادر اقعد كده. انا لازم اعرف يقولوا ايه. ايه ده يا علي؟ ايه ده؟ بص انا كنت هوصل الواد الساعي يروح في الاوضه ويقعد يسمع عشان يجي ينقل لنا الكلام. بس بعد ما فكرت قلت لا اكيد انجي مش هتسيبه قاعد في المكتب. هتطرده بره. وبعدين ده واد رطران ودي سمعه ناس. وانجي ست مطلقه والمطلقه مطمع لاي حد. مطمع؟ انا مراتي مش مطمع يالا. ايه ده يا علي؟ ايه ده يا علي؟ ايه ده يا حبيبي؟ بص
اسمع، انا خليت كاميليا تقعد معاه هناك بحيث ان هي تصور كل حاجه صوت وصوره. صوت وصوره؟ انت هتحط مراتي على صوت وصوره؟ ايوه، هتصوره فيديو. ده هيبقى فيديو تحفه. ابقى ابعتولي يا جميله على الواتساب عشان اشيعه. يا نهار اسود، انتوا هتعملوا لام العيال فيديو وصوت وصوره وتشيروه؟ افتحوا الباب ده. علي علي ارجع. علي علي، الباب ده لو ما اتفتحش انا هعمل جريمه يا جميل. هو ده اللي بدور عليه. وحش 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 ايه؟ طب وسامح مش هيخسر؟ لا ده انتوا عيله مجانين بقى وانا مش هسيبها. جلوي يلا يا بنت يلا. ايوه فاكره لما كنا بنزوغ بالمدرسه عشان نروح السينما. فاكره لما كنا بناخد فلوس الدرس ونروح نركب بيها موتوسيكلات؟ ايوه ايوه. وانت تقعدي تخمسي بالموتوسيكل قدام الميكروباصات. ايوه ايوه، كنت شقيه قوي انا. انت كنت شقيه جدا. طب فاكره لما كنا بننط من على سور المدرسه والجوب بتاعك اتقطعت؟ لا لا مسخره، الجوب اتقطعت؟ لا احلف اكيد طبعا، المدرسه كلها اتلمت. طب ليه في وشك كده واحكي لي عملت انت ايه؟ لا سيبك من انا، ده مش المدرسه بس، ده المدرسه والشارع والناس، ده كان موقف يموت من الضحك. اصل انجي لما اتقطع الجوب بتاعها كانت لابسه شورت بس. في ايه يا بس؟ في ايه؟ انت مش فاكر غير الحاجات الزفت دي، كلها ذكريات زباله. انا بقى مش فاكره اي حاجه من اللي انت بتقولها دي بصراحه. ازاي بقى؟ طب انا هفكرك. لا مش عايزه افتكر. هفكرك انا. فاكر لما الست الوالده ما كانتش بتبقى طابخه وبتيجي تاكل عندنا في البيت؟ كان يوم واحد بس يا انجي. ايوه هو كان بيبقى يوم واحد الست الوالده بتبقى طابخه وطول الشهر عندنا. تحب افكرك كمان لما كانوا الولاد بيدوك على نفوخك ويستهفئوك وانا اللي كنت بقف لك؟ ولا تحب افكرك كمان ايام الامتحانات لما كنت انا اللي بغششك علشان كنت خيبه بالويبه؟ خلاص 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 خلاص، ده حقيقي حقيقي. انت كنتي اشطر بنت، كنت اشطر بنت. موس بتاكلي الكتب اكل. ايوه كده، هي دي الحاجات اللي تفتكر. بس كمان لما كنا نسألك انت بتعملي ايه كنت تقولي مش مذاكرة، نايمة. مش ما الواحد لازم يفتكر كل حاجة. ايوه ايوه برافو عليك، هي انت طول عمرها كده، ده لحد دلوقتي بتعمل كده. انا مش فاهمة مش فاهمة ده ايه بالظبط، ده ذم ولا مدح ولا رتح؟ لا لا طبعا طبعا مدح يا حبيبتي طبعا. انت طول عمرك وشي خير عليا، كنت تغششيني وانجح واجيب درجات اعلى منك بكتير. وما تزعليش عشان تعرف، عشان تعرف ان خيري كان عليك، وانت طول عمرك لا مؤاخذه يعني مستغل وواطي. عشان كده انا جاي عشان تشتغلي انت عندي. عندك؟ قصدي يعني تشتغلي معايا، يعني تيجي تمسكي عندي المكتب، تبقي انت مديرة مكتبي وتمسكي نائب المدير وبرضه تمسكي مدير العلاقات العامة. ايوه انا هعمل كل ده، امال بقية الشركة فين؟ لا هما موجودين بس انت هيبقى لك مركز وقيمة كده. ايوه يا باسل بس استني شوية، انا لسه ما كملتش العرض بتاعي. على فكرة انا امبارح شفتك في التلفزيون، كنتي حلوة بس بس قصدي يعني قوي 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 قوي. ها؟ وده شجعني ان انا اعرض عليكي ان احنا ممكن نفتح قناة او نعمل مع بعض جورنال او مجلة، اللي انت عايزاه. مرتبك هيبقى كبير جدا مفتوح وبالدولار. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ لا طبعا موافقة، مش كده ولا ايه؟ موافقة طبعا. ها؟ بص يا باسل احنا اصحاب، وانت غالي عليا جدا، بس الدولار كمان غالي علينا كلنا. بص ده شغل وانا هطلب فلوس كتير قوي. كام يعني؟ 10000 دولار بس. 15 بس عليا ب 20، وهو ده اخر كلام على فكره. لا 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 ايه كتير؟ لا خالص، ده قليل جدا. بصي يا انجي، احلى حاجه فيكي انك انت طول عمرك مش ماديه وما بتستغليش المواقف. بصي
انت لازم يبقى لك مرتب كبير جدا 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 يليق بيكي. سيبيلي الحته دي، وانا بالمناسبه دي بحسد جوزك جدا انه اختارك والله العظيم، وانا هعمل لك مرتب سيبهولي انا هحدده. اوكي اوكي انا موافقه. خلاص يبقى احنا اتفقنا مش كده؟ مش اتفقنا؟ طبعا طبعا اتفقنا. بقى ايه؟ ناخد سيلفي الاتفاق. ممكن قبل السيلفي بس اخد شفطه معاكم من الاول. ايه بعدين بعدين؟ اسف اسف يا انجي. ما تهدي علي شويه بقى، قطعت نفسنا. خليك فاكر يا جميل انك على اخر الزمن حبستني في مكتبك. ايه ده؟ ده كاميليا بعتلي لينك على الفيسبوك بتقول لي افتحه. اوعى تفتحه ليكون فيروس. بقول لك كاميليا. ما كاميليا فيروس برضو. الظاهر ان الفيروس انتشر في الجورنال كله. ايه ده؟ دي جات لي نفس الرساله. ايه ده؟ ودي انجي وده صديق العمر. اوعى بقى يا عم انا عايز اتفرج. البيه حاطط صورتهم على الفيسبوك وبيقول لك انجي صديقه العمر.